السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بعد ما اشتغلنا في الملف وحطينا الصور وحطينا التكست، عايز أبدأ أسيف الملف دوت، فبقول فايل سيف. المفروض كل شوية بتبدأ تعمل سيف للمشروع بتاعك، أو ممكن تقول له سيف از وتختار امتداد من الامتدادات الموجود دلوقتي. تمام، عندك 3 أنواع من الامتدادات، أو تقول له فايل سيف كوبي تحفظ نسخة وتخلي دي مثلا موجودة بحيث كباك اب ليك، او ممكن تقول له ريفرت. ريفرت بيعمل ايه؟ اي تعديلات اتعملت بيلغيها، يعني لو انت حركت حاجه بيرجع لك الملف زي اخر مره فتحته، اخر تسييفه سيفت. تمام، ده امر من الاوامر المهمه جدا. في برضه حاجه كويسه جدا اللي هي الباكج. دلوقتي ممكن يكون انت عندك صوره في مكان وصوره تانية في مكان اخر، وصوره على الديسكتوب وصوره على يعني متنطورين. تمام، فانت لما بتقول له باكج بيبدا يعمل لي ايه؟ يبدا يجمع كل دول في فولدر واحد بحيث ممكن ابعتهم لشخص اخر يكمل الشغل. فهو بيسالني الباكج دي عايز الفونتات ديت مثلا، في فونت نايس، يبدا يقول لي ايه الحاجات الموجوده، اللينكات دي، الملفات هي موجوده، بيبدا يشوف الاماكن بتاعتهم ويبدا يجهزهم للتصدير. بعد كده بقول له باكج، بيقول لي انا سايف الملف دلوقتي سيف، فبيبدا سايف الملف بحيث ياخد اخر نسخه بحيث كل الصور والحاجات دي كلها. قول له كونتينيو، بيبدأ يقول لي كوبي فونت، كل الفونتات هتنسخ. تمام، فلما اروح للشخص الاخر مش هيقول لي في فونت ناقص، لا ده هو ياخد الفونتات كلها ويبدأ يشتغل عليها. تمام، هعمل له فولدر جديد. تمام، انكلود اي دي ام ال، الدوكيومنتيشن، كل الحاجات دي هياخدها معاه، الصور هياخدها معاه، فهيبقى فولدر واحد في كل حاجه. هقول له باكش، هيبدأ يجمع كله في ملف واحد تقدر تبعته للشخص دوت. تمام.